السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في سؤال في انترفيو وبنفكر في الحلول بتاعته او بنفكر في اجابته. ازاي تأكد ان العنصر اللي انت بتشتغل عليه مفيش حد تاني بيشغل عليه؟ ازاي تتم ان كلنا شغالين في نفس الوقت وما بيحصلش تعديل؟ هو السؤال ده مقصود بيه ان هو يشوف انت اشتغلت ورك شيرنج او اشتغلت مع فريق ولا لا. هو بيبقى في ملف سنترال وكل ما تيجي تفتحه بيبدأ ينبهك ان انت لازم تكون شغال لوكال. فاول حاجه بنعملها اللي هو الورك سيت، فكره الورك سيت ان العناصر اللي شغاله اللي بتحطها فيها بتبقى زي حسابك في البنك، فمفيش حد يقدر يعدل فيها غير لما يبعت لك الكويست. لو الحاجه مش معاك ومش مع حد خالص وانت جيت تشتغل عليها خلاص بيحجزها عندك، تبقى اسمك ايه بورور ليها وانت مستلفها، فهو اوتوماتيك بينظم العمليه دي. ولازم كلنا لما نيجي نفتح الملف نتاكد اي ملف شغال فيه ان كريت نيو لوكال دي متفعله معاك. لو مش فعاله معاك يبقى في مشكله في الملف دوت، لا اما هو مش لوكال لا اما في مشكله، لازم كريت نيو لوكال دي تتفعل معاك. كل ما دام مفيش حاجه كده كل الملفات دي مش لوكال مش سنترال اصلا، تمام. لو في ملف سنترال هيجي لك هنا ايه كريت نيو لوكال تبدا تتفعل معاك، ودي لازم تختارها عشان تتاكد.